بالفعل المرحوم الحسن الثاني قال واحد الكلمة واحد الدرس من الدروس الحسنية، قال العلماء لا يتقاعدون، وانسحبت الفكرة على العلماء القرويين وكذا إلى آخره، لكن جلالة الملك محمد السادس نصره الله فتح هذا العطاء إلى مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، وما التفاتة ديالو والعناية بالصحة ديال عبد الكبير الخطيبي في آخر أيامه الله يرحمه، وإعطاؤه كرسي دائم الأستاذية له وللعائلة ديالو إلا ثقافة اعتراف أخرى ينبغي أن نترسمها من ملوك المغرب حقيقة، العناية ديالهم بالمفكرين وبالباحثين. وكنتمناو على كل حال أنه هذه ثقافة الاعتراف تستمر في الأجيال، لأنه هي اللي كترصد النموذج التنموي الحقيقي اللي كيجمع في بلادنا بين ما هو تاريخي وما هو مادي في نفس الوقت. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.